يعني عملية تدمير لا يمكن وصفها إلا يعني تدمير في كل معنى الكلمة، تدمير في كل أجزاء البيت. أخرج عنه قبل شهرين إلا أربعة أيام، صار له شهرين إلا أربعة أيام يعني صار له مخرج عنه، يعني غريب أقول لك شيء متصوروش، يعني غريب يعني غريب والله. هو لحاله كان في البيت، يعني ما كان حد في حدا معه، لحاله كان في داخل البيت. طمار إشي لا يمكن وصفه، لا يمكن وصفه، يعني أنت بتقدر تحفظه في يعني شيء فاق التصور يعني. وانت تقول فرج عنه قبل شهرين واربع ايام.